طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، 5 طلاب من كل فصل، تجنيد إجباري لطلاب مدارس في دمار. ومن موقع عدن الغد، فصل التيار الكهربائي عن المخالفين، أصعب مهنة في عدن. وفي أخبارنا المنوعة، ثروة 26 شخصا فقط تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي وضع خطط تجنيد الأطفال واستقطابهم من المدارس وآخر ابتكاراتها وفقا لموقع الصحوانت. 5 طلاب من كل فصل، تجنيد إجباري لطلاب مدارس دمار ومناشدات للأمم المتحدة بالتدخل. وذكرت مصادر محلية بمديرية جبل الشرق بمحافظة دمار أن القيادي الحوثي المدعو محمد القاري المعين من الميليشيا مديرا لمكتب التربية في المديرية كلف مدراء المدارس بعملية حشد وتجنيد المئات من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية لرفض جبهات القتال. أضافت المصادر للصحوانت أن القاري كلف مدراء مدارس مديرية جبل الشرق بتجنيد 5 أطفال من كل فصل دراسي لرفض ما يسمى بلواء صماد 3 التابع للميليشيا. أوضحت المصادر أن مدراء بعض المدارس الموالين للجماعة باشروا في تنفيذ توجيهات الميليشيا بتجنيد 5 طلاب من كل صف وإجبارهم على مغادرة الفصول الدراسية وترك التعليم نهائياً. وقوبل توجيه الميليشيا وفقا للموقع برفض كبير من أولياء الأمور الطلاب الذين عبروا عن رفضهم الكامل لإرسال أبنائهم إلى الموت في جبهات القتال. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع إقدام الحوثيين على نهب المخطوطات في مدينة زبيد التاريخية وعنوان الموقع: إيسيسكو تدين سرقة الحوثيين لمخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة زبيد. أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو سرقة الحوثيين لمخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد، وقالت إن تلك المخطوطات والكتب كانت في القلعة التاريخية بالمدينة. وقال المدير العام لإيسيسكو عبد العزيز التويجري إن المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثا نفيسا يوثق تاريخ مدينة زبيد التي كانت عاصمة اليمن من القرن 13 إلى القرن 15 الميلادي. وأكد بأن سرقة هذا التراث يعتبر عملا إجراميا بحق التراث الحضاري اليمني ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه. ودعا مدير عام إيسيسكو الأمم المتحدة والمنظمة الدولية إلى التدخل لإجبار الحوثيين على إعادة ما نهبوه من مكتبة مدينة زبيد باعتباره جزءا من التراث الثقافي للإنسانية. عن الأحزاب السياسية والانتهازية، كتب قادري أحمد حيدر مقاله الذي تطرق فيه للخذلان الذي تعرض له شباب اليمن الذين أرادوا الثورة وساروا في طريقها. وأضاف قادري: نحن حقا نسير على تاريخ ما ركمه وقام به شباب الثورة من تضحيات. كان خذلاننا لشباب الثورة عظيما مع تثبيطنا لعزائمهم وعدم دعمنا لهم ووقوفنا السياسي والعملي ضد تحركاتهم الفعلية باتجاه التغيير بوعي أو بدون قصد من بداية رفضهم السياسي والعملي للانقلاب وإصرارهم في كل ساعة وحين إلى النزول للشارع وعدم تأييدنا مبادرتهم الثورية الجماهيرية الحية، وكأننا وبصورة غير مباشرة كنا نحاول تدجينهم وتعويدهم على التكيف مع ما هو قائم مساهمة في ترويضهم وقمعهم معنويا. والدليل على ذلك تقاعسنا عن الدفاع عن تحركاتهم السياسية حين كانوا يتعرضون للضرب والاعتقال حتى ببيان سياسي. أتذكر أنني اتصلت بإحدى هذه القيادات بهذا الخصوص فكانت إجابته:
أنه سيتصل بالجماعة الحوثية، وهو ما كان من الممكن أن يؤسس في حينه لفعل ما. لن نبكي اليوم على اللبن المسكوب، ولكن علينا أن نرى نصف الكأس المملوء ونشتغل على ما هو حاصل من احتمالات وتململات وتحركات تحت الرماد. ونحن حتى الآن لا نفعل ولا نتكلم، بل إننا لم نقل شيئا حقيقيا يترجم موقفنا السياسي بما يوازي الفعل السياسي المطلوب منا ويسد عجزنا فيه، خاصة ونحن نعيش في قلب كارثة وطنية صنعها وأنتجها في البداية فعليا تحالف الانقلاب والحرب، الإمامة، الجمركية، التوريث في صورة ثورة مضادة شاملة. وجاء الخارج بأطماعه الاحتلالية ليستكمل ما تم البدء به، وهو ما سيكون له تداعيات كارثية علينا جميعا كيمنيين قد تمتد آثاره السلبية لقرون قادمة. اقتصاديا، يعنون موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: تحويلات المغتربين ساعدت في إعاشة آلاف الأسر اليمنية. ساعدت تحويلات المغتربين في إعاشة الكثير من الأسر خلال فترة انقطاع الرواتب، بحسب الدكتور عادل العامري الأستاذ المشارك بقسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة تعز، مشيرا إلى أن تلك التحويلات ساعدت على استمرار الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي في الاقتصاد، وهو من أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي بنموه تحدث التنمية الاقتصادية. ويقول العامري للمشاهد أن تحويلات المغتربين مصدر هام من مصادر رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية المطلوبة للمساعدة في إحداث التوازن الاقتصادي من خلال التأثير الإيجابي على توازن ميزان المدفوعات ودعم العملات الداخلية في البلد للاستقرار النقدي نتيجة التأثير الإيجابي، مضيفا أن تلك التحويلات المالية لها تأثير إيجابي على استقرار وتوازن سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية المطلوبة لتمويل التجارة الخارجية، ومن ثم دعم توازن الميزان التجاري للدولة. ويؤكد أن التحويلات المالية للمغتربين هي ناتج القيمة المضافة لنشاطهم الاقتصادي في مواطن اغترابهم، وبالتالي هي مدخراتهم وفوائض نشاطهم، لذلك فهم يحولونها إلى بلدانهم لاستثمارها بالداخل، وبالتالي الإسهام في إحداث التنمية الاقتصادية كونها تعزز قدرة الجهاز المصرفي على منح القروض والتسهيلات المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية. وجد فريق تابع لوزارة الكهرباء أن هناك ربطا للتيار من منزل قائد عسكري سابق إلى منازل أخرى من خلال المحول الخاص به، وعندما قام الفريق بقطع التيار بسبب المخالفة قام القائد السابق بإعطاء الأوامر للقوة الأمنية التابعة له بحجز الفريق الفني في المنزل، وبعد ذلك أمر بإطلاق سراحهم، إلا أن أثر ذلك كان عميقا ليس فقط لدى من تم احتجازهم بل لكل من يحلم بدولة ونظام. بالنسبة للمدينة التي حدث فيها هذا فهي عدن، المدينة التي تعيش وضعا مختلفا عن كل ما عرف عنها سابقا. الحادثة وفقا لموقع عدن الغد أيضا ليست وحيدة وأصبحت معتادة، ويقول الموقع: نافذون وتجار يسرقون التيار الكهربائي، شجعهم على ذلك عدم ضبط وإحالة المتورطين إلى القضاء. وفقا لموقع عدن الغد، فإن أي حملة لمكافحة سرقة التيار يجب تنفيذها بوجود قوات أمنية كبيرة، ليس فقط لقطع تيار الكهرباء بل والاحتجاز من يقوم بالسطو وبيع التيار. وأفاد الموقع أيضا أن الكهرباء في عدن إدارة الكهرباء في عدن تنفذ منذ قرابة شهرين حملة وطنية تهدف من خلالها إلى تسديد الفواتير الشهرية وما تيسر من المديونية السابقة، وهي امتداد للحملات السابقة التي تنفذها كهرباء عدن. السعودية وفزاعة إيران في اليمن، تحت هذا العنوان كتب شاكر أحمد خالد مقاله المنشور في موقع بلقيس مضيفا: أضحت من غير اللائق تلك التصريحات الصادرة من العاصمة السعودية الرياض حول تواجد إيران في اليمن بعد 4 سنوات حرب، اتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن السياسة السعودية لا تكترث في الواقع للدور الإيراني في المنطقة، في الوقت الذي تحذر مرارا من تدخلات إيران في اليمن عبر وسائل دعم متعددة لحلفائها الحوثيين. عملت سياستها منذ 4 سنوات على إضعاف السلطة الشرعية وتكريس هشاشتها، حتى بات المجتمع الدولي على قناعة تامة بأن السلطة الشرعية تتآكل في المناطق الخاضعة لسيطرتها
وحقوقها، ويتعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين على قدم المساواة مع السلطة الشرعية، ويعمل على تكريس تواجدهم كقوة سياسية مستقبلية وليس كميليشيا فاشية انقلابية. ليست هذه الصورة جيدة ومتوقعة لليمنيين الحالمين بغد أفضل، لكن لم تكن هذه هي الحالة لولا سياسة الغدر والخذلان التي اتبعتها السعودية خلال سنوات الحرب العبثية. السلطة الشرعية في وضع حرج بعد أن سلمت قرارها للتحالف بقيادة السعودية، وهي تبدو منزوعة الصلاحيات بشكل كلي. ثمة حالات استثنائية، مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة المهرة كسر حاجز الصمت واتهم السلطات السعودية بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحافظة، بينها السيطرة على مواقع حساسة وإنشاء سجون سرية وشن حملات اعتقالات في صفوف المواطنين واستخدام قوات من جنسيات مختلفة. تبدو خطوة جيدة ومعبرة عن لحظات انبعاث للخروج من الوصاية السعودية، لأن ثمن السكوت حتى الآن فادح. ستدرك السعودية أيضا أن السلطة الشرعية كانت طوق نجاة لها. السلطة الشرعية تكاد تتلاشى، وإطالة أمد الحرب أضعفها بشكل كبير، مثلما أضعف حججها ومنطقها لدى المجتمع الدولي. لكن السعودية لا تأبه، إذ تواصل إطلاق سياسة التحذير من إيران. كشف بيان منسوب لمعتقلين يمنيين في أحد السجون التي تشرف عليها قوات موالية للإمارات في مدينة عدن، كما أوردت صحيفة العرب الجديد عن تصفية طالت 23 معتقلا في الوقت الذي يواصل آخرون الإضراب عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم. أوضح معتقلون في رسالة من السجناء المعتقلين في سجن بئر أحمد إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية أحمد الميسري، حصل العرب الجديد على نسخة منها، أن أغلب السجناء هم من أفراد المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني الذين شاركوا في المواجهات ضد مسلحي جماعة الحوثي. وتضمن البيان أسماء 23 معتقلا تعرضوا للتصفية في السجون بعد اعتقالهم على أيدي قوات الأمن التي يقودها مدير أمن عدن المقرب من الإمارات اللواء شلال علي شائع، والقيادي في قوات الحزام الأمنية التابع لأبوظبي منير اليافعي والمعروف بأبو اليمامة. وكشفت الرسالة المفتوحة إلى وزير الداخلية اليمني أن وجود 16 سجينا من أفراد الجيش لا يزالون في سجن بئر أحمد لم يتجاوب أو تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم بالنظر في ملفاتهم. فيما يزداد عدد فقراء العالم تزداد بالمقابل ثروة مجموعة صغيرة تدير أموالا طائلة، وفقا لموقع شبكة البي بي سي البريطانية. ثروة 26 شخصا تعادل ما يملكه نصف عدد سكان الأرض. قالت مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية إن أغنى 26 شخصا في العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم. وجد التقرير الذي نشرته المؤسسة الخيرية قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018. وحثت المنظمة الحكومات على زيادة الضرائب على الأثرياء لمكافحة عدم المساواة. وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى رجل في العالم وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ارتفعت إلى 112 مليار دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن 1% فقط من ثروته يعادل الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة. وقال تقرير أوكسفام يدفع الأثرياء معدلات ضريبية أقل مما كانت عليه منذ عقود، وأن الكلفة على البشرية هي أطفال بلا معلمين وعيادات بلا أدوية. وأشارت المنظمة إلى أن مطالبة الأغنياء بدفع 0.5% فقط كضرائب إضافية على ثرواتهم يمكن أن يجمع أموالا تفوق الأموال المطلوبة لتعليم 262 مليون طفل خارج المدارس وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنفذ أو تنقذ حياة 3.3 مليون شخص. النكتة سلاح فعال ضد الاستبداد والفساد والبلادة، ولكل أمة أو شعب طريقته في السخرية واستخدام سلاح النكتة المضحكة أو المبكية. هكذا بدأ عبد الباري طاهر مقاله حول واحد من أهم من يقولون النكت لكنهم لا يدونونها، ورغم أن الناس يعرفون نكتته لكنهم لا يعرفونه. فقد توفي هذا الأسبوع وكتب عنه النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين.
توفي هذا الأسبوع أستاذ جليل ومرب فاضل، هو الأستاذ عبد الوهاب عبد الباري المدرس في ثانوية عبود وكلية التربية، والفقيد الكبير صاحب نكتة لاذعة بديهية وشهيرة تتداولها الألسن لكنها لا تدون، والأستاذ أيضا يطلقها كما يتنفس ولكنه أيضا لا يدون ولا يكتب. عبد الوهاب عبد الباري واحد من عشرات ومئات من الظرفاء الذين يمتلكون موهبة فائقة وبديهية في إطلاق النكتة. أستاذ جليل واسع الاطلاع مدقق في تخصصه اللغة العربية، خريج لغوي عمل في ثانوية عبود وفي كلية التربية عدن، تخرج على يديه العشرات والمئات من الطلاب والطالبات، سخريته جارحة ومميضة وتزخر بإدانة الأوضاع العامة، وهو مشاكس وعنيد يقرأ قتامة الواقع وسوداوية الآتي، يمتلك حسا نقديا رفيعا وشجاعة نادرة. للأسف الشديد على كثرة تلاميذه وزملائه ومعارفه لم يكتب عنه، ولعل كتابة فضل النقيب هي أطول وأجمل نص كتب عن هذا الأستاذ المربي الناقد حد الغضب والإدانة. كتاب السخرية في اليمن كثر، منهم على سبيل التمثيل أحمد هاشم الرفاعي وعبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول المتعدد المواهب وسعيد علي الجريك وسعيد العولقي ومحمود طاهر الحكيم ومحمد السنيني وعبد الصمد القليسي وعبد الكريم الرازحي وفكر قاسم وعشرات غيرهم. اهتم العزيزان الصحفيان منصور الجرادي وصالح الحميدي بتدوين بعض النكات ذات الطابع السياسي والنكتة في اليمن شائعة وذائعة تحتاج إلى التتبع والتدوين، وفقدان أحد أهم رموزها وأعلامها يوجب ضرورة التدوين أو التدارك. ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن 5 ركاب اضطروا إلى مساعدة طاقم طائرة في السيطرة على رجل كان يمزق ملابسه ويتجرد منها خلال رحلة متجهة إلى سنغافورة، أعيد توجيه مسارها مجددا إلى أستراليا، وعنون موقع أو صحيفة القدس العربية. مشاجرة تجبر طائرة ركاب على قطع رحلتها والعودة إلى أستراليا. وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC أنها اعتقلت الرجل عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة سكوت في مطار سيدني الدولي. كانت الطائرة التابعة لشركة طيران تسير رحلات منخفضة التكلفة في طريقها إلى سنغافورة، عندما بدأ رجلان يتبادلان اللكمات، وأظهر مقطع فيديو سجله الركاب ونشر على الانترنت رجل يحاول خنق الآخر قبل أن يتمكن الطاقم والركاب الآخرون من فصلهما عن بعضهما البعض. وقالت متحدثة باسم شركة سكوت إن الرجل بدأ طبيعيا أثناء الإقلاع، لكنه سرعان ما بدأ يزعج الركاب المحيطين به، وفي محاولة لنزع فتيل الوضع تم نقله إلى مكان آخر بالطائرة من قبل طاقم الضيافة. واتخذ الطيار قرار العودة والهبوط في سيدني، ولم تعلن الشرطة بعد ما إذا كان المسافر سيواجه اتهامات. قررت الصين ما ورد في موقع عربي بوست أن تخفض عدد المتسلقين الذين يحاولون التسلق إلى قمة إيفرست من الجانب الشمالي بنسبة الثلث كجزء من خطة لعملية تنظيف واسعة لأعلى قمم العالم. قالت صحيفة The Guardian البريطانية أن التقارير الصينية أوضحت أن إجمالي عدد المتسلقين الذين يرغبون في الوصول إلى قمة ذات الارتفاع البالغ هو 8850 مترا من الجانب الشمالي سيخفض إلى أقل من 300 شخص، وسيقتصر موسم التسلق على الربيع. وأوضحت أن جهود التنظيف ستشمل استعادة جثامين المتسلقين الذين وافتهم المنية في قمة إيفرست على ارتفاع أكثر من 8000 متر. ويقع جزء من إيفرست في الصين ونيبال، وفي كل عام يزور نحو 60,000 متسلق ومرشد الجزء الشمالي الصيني من الجبل. وفي كل عام يموت على إيفرست الكثير من الأشخاص، غالبا ما يحدث ذلك ضمن منطقة الموت فوق ارتفاع 8000 متر، حيث يكون الهواء قليلا للغاية بحيث لا يكفي لحفظ حياة البشر. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف لأبرز ما التقطته عدسات مصوريها في العالم، نعرض عليكم بعضا منها، نتابع.
ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.